التي لها أرقام صعبة في آسيا. هي كرة لأوزبكستان ومحاولة والتحضير وكرة والأهداف آسيا. أول مشاركة للمنتخب الماليزي في عام 1976. كرة للأوزبك، يا سلام على المرور، تلعب داخل منطقة راسية، الله، جول من حميتوف يسجل الهدف الثاني. تلعب لأوزبكستان، صفايف يرسل الكرة عرضية، تلعب، الله، الهدف الثالث لأوزبكستان من خلال لاعبي رقم 13 نورشيف. مراد السوارة الحكم الرابع يشير إلى دقيقة. هي كرة خطيرة لماليزيا، كرة ماليزيا، أوبا، الله، وصلت، وهذه خطأ خطيرة خطيرة لأوزبك تسديدة، ولكن فهمي، الله، يتألق حارس مرمى ماليزيا فهمي بكرة كانت من اللاعب رقم 21 اللاعب سيرجييف، وهدف، هدف للمنتخب الأوزبكي بعد تألق. أوزبكستان خطيرة للأوزبك، خطيرة للأوزبك، تسديدة، جول.